بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة يومي هي امتداد الجلسات السابقة والتي كانت من أجل الدفاع والتي كانت من أجل مناقشة الملف كل دفاع حسب تصوري وحسب صك المتابعة للمؤازرين الذين ينوب عنهم من داخل هذا الملف. وأزر في هذا الملف في كل من حسن تازي ومونيا بشقرون. رفعت في جلسة السابقة وكان اليوم إتمام للمرافعة وناقشوا من خلالها الوقائع طبعا بالنسبة للأشخاص والحيثيات القانونية التي سندت عليها صك المتابعة الناحية القانونية الوقائع التكوينية. وتم تأخير الملف لجلسة يوم الجمعة زوالا من أجل إتمام مرافعة باقي الزملاء لهذا الملف كل لمؤازره. منذ بداية هذا الملف من نهار الأول فاش بدأ بهذا الملف هذا ومن نهار اللي كنا حضرنا فيه المرحلة ديال التحقيق ومن نهار اللي طلعنا فيه على جميع المعطيات اللي كنا من داخل هذا الملف هذا كيبان لنا بأنه جناية الاتجار البشر تفتقر للمعطيات اللي هي كانت واقعية ومضمنة من داخل هذا الملف. ملي كنجيو نقولوا التجارة في البشر كجناية هي واحد المعطيات التي حددها المشرع المغربي وكانت مفصلة ومدققة بشكل لا يمكن تفسيره بغير ما كان يهدف إليه المشرع المغربي. فعلا أدلينا بدوريات لرئاسة النيابة العامة، فعلا أدلينا بنماذج النيابة العامة من تحديد من هو الضحية في جريمة الاتجار البشر، حددنا المعطيات القانونية والعناصر التكوينية والوسائل والأهداف والغاية من سن هذا القانون، وحددنا إدراجه بحسب الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية باليرمو التي أنشأت هذا المعطى القانوني الجديد. ثم مدينا المحكمة بمجموعة من قرارات بمحاكم المملكة المغربية التي كانت فعلا أعادت تكييف جميع المتابعات التي قيل بأنها تجارة في البشر ولكن تدخل في إطار الجناح. ناقشنا الفصول القانونية من الناحية التكوينية والموضوعية والمعنوية وكان ملتمسون طبقا للقانون وكان لفائدة القانون وكان القول أولا وأخيرا بالبراءة على أساس بأن الجناية لتجارة البشر لا تتعلق بوقائع نازلة الحال نهائيا. ملي كتناقش واحد المعطيات باش تخلص واحد الملتمس اللي كيكون في اخر المناقشه القانونيه ديالك ضروري من انك تبسط جميع الوقائع. حسن التازي لم يتم ادراج اسمه في جميع المعطيات من داخل هذا الملف، لم يتم تحديد اسمه ولا صفته بالنسبه لجميع المصرحين الذين سمعت لهم الفرقه الوطنيه، بالنسبه لجميع الشهود الذين ادوا اليمين القانوني واستمع لهم قاضي التحقيق. ليس لهؤلاء المحسنين وللاغيار اي علاقه بحسن التازي، لم يتواصلون معه، لم يتواصل معهم، لم يلتقوه ولم يلتقي بهم وليسوا على معرفة شخصية به ولم تكن لهم أي علاقة تواصلية به، بمعنى حسن تازي غير متواجد نهائيا من داخل هذا الملف في جميع المعطيات التي عرضت. تم الناحية ديال الاستماع للمكالمات الهاتفية التي كانت طبقا للقانون وكانت طبقا للمادة 180 من قانون المسطرة الجنائية، وتم الاستماع لمجموعة من الأرقام الهاتفية لمدة 6 أشهر. لا وجود لمونيا بشقرون من داخل تلك المكالمات بالنسبة للمستخدمات اللي كيكونوا تمايا أو بالنسبة للسيدة التي هي مساعدة اجتماعية من داخل هذا الملف، وليس هناك تواجد لأي علاقة مباشرة بالأمور أو الملفات التي هي موضوع المنازعة الحالية. فبالتالي كان لنا قول واحد في القول ببراءة حسن التازي من كل ما نسب إليه لعدم علمه وعدم إتيانه لتلك الأفعال وعدم تواجده بمسرح الملفات التي هي موضوع مناقشة الآن، ولم يكن على تواصل بأي كان، وهو طبيب مختص في مجاله لا علاقة له بالأغيار والمستخدمين من داخل الملف. هذه ما كتعرفش شكون هو المستفيد من اعتقال دكتور، ما كاين حتى شي واحد مستفيد من اعتقال شي شخص. انا هاد المعطيات هادي ما يمكنش ان واحد كتبقى هي. كنسمعوا بزاف ديال الايحاءات وكنسمعوا بزاف ديال التصريحات وكنسمعوا بزاف ديال التوهمات، ولكن كيبقى بالنسبه لنا حنايا كرجال دفاع وكنساء دفاع وكنساء يمارسون القانون ورجال يمارسون القانون من داخل المحكمه، لا نستند الا على ارضيه قانونيه في متابعه قانونيه في مناقشه قانونيه. الامور اللي كتكون فضاء التواصل لا اساس له من الصحه ولا يمكن القول بها او التركيز عليها او الاستئناس بها، لان كتبقى فقط قول على قول يلزم فقط صاحبه ولا يلزمنا نحن من الناحيه القانونيه والموضوعيه من داخل الملف. هو دابا هذا السؤال هذا اللي كيتعلق بهذيك القيمه ديال الفلوس ولا كذا، شوف اي واحد ليس فوق القانون واي فعل يشكل جرما يتابع القانون ضروري ان يتابع به الشخص. ما ناقشناه هنا ليس تهربا من المسؤوليه او ليس تهربا من المتابعه، نحن ناقشنا ما هو قانوني، لان كل جريمة وعقوبة إلا بنص، ما يمكنش أنك تتابع شي شخص معين إلا بواحد النص اللي كيحدد المشرع المغربي واللي كيحدد لك شنو هو الفعل في عناصر التكوينية واللي هو كيشكل واحد الجرم وكيحدد العقوبة ديالو. هنا بالنسبة لنا صك المتابعة في التجار البشر ناقشناه من الناحية القانونية وناقشناه من خلال التواجد ديالو من داخل القانون الجنائي ومن خلال العلاقة بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات باليرمو، وكنقولوا بأن راه ما حدده المشرع من داخل هذا النص تفتقر إليه الوقائع اللي هي مضمنة بهذا الملف، وبالتالي القاضي لا يحكم إلا انطلاقا
حقا من مما راج امامه ومناقشته واستدلاله بوسائل الاثبات وتقييمها للقول بها هل فعلا يندرج في اطار زمره الجنايات والتجار في البشر او القول ببراءته من الافعال التي هي منسبه للشخص والتي لا تستند على اي واقع اساسي سليم. النيابه العامه تحدد المصلحه العامه للمجتمع. النيابه العامه تمثل الحق العام وهي تمثل المجتمع وهي الرادع من ارتكاب اي شخص لاي فعل يشكل جرما قانونيا. طبيعي جدا انه من الفرقه الوطنيه وصلت واحد وشايه او معلومه بانه كاين واحد مجموعه واحد الناس كيرتكبوا واحد الافعال معينه التمست فتح بحث تمهيدي او بحث عن طريق النيابه العامه التي مكنتها من هذه المكنه القانونيه التي تدخل في اطار قانوني سليم، فتحوا هذه الاجراءات هذه، خلصوا الى ما خلصوا اليه، وتمت احالتهم على السيد وكيل العام واحاله الملف على التحقيق، ويبقى الامر والفيصل اولا واخيرا في القول بفعلا ارتكابهم تلك الافعال من عدمها لهذه الهيئه. لا شوف المسألة ديال الوشاية الكاذبة من عدمها تحدد بعد النطق بالحكم وبعد أن يكون حكما نهائيا مقضي لقوة الشيء المقضي به، بمعنى استنفد جميع المراحل ديال النقاش القانوني مرحلة ابتدائية واستنافية حتى يمكن القول بأنها تندرج في إطار وشاية كاذبة، إنما كاين واحد المجموعة من الأفعال تثبتت منها النيابة العامة وحالتها على التحقيق والجلسة هنا فقط هذه الهيئة التي تبث في هذه الملفات حضوريا وعلنيا هي الكفيلة الوحيدة بالقول بأنه هل هناك إدانة؟ هل هناك أفعال فعلا ارتكبت؟ هل هذه الأفعال تدخل في إطار ما هو مجرم قانونا؟ هل هذه الأفعال تعتبر جناحا وجناية؟ هذه الهيئة الوحيدة بعد صيرورة هذا الملف نهائيا أن تقول كلمة الأخيرة فيه. هذه وثيقة غير هي تفتقر واحد النقاش اللي هو نختلفوا مع الدفاع بخصوصه، لأن وثيقة فعلا حتى حنا كنتوفر عليها، ولكن النقاش اللي كان بأنه راه هي كتعلق بواحد الموديفيكاسيون دو فاكتور اللي كانت كدار. فالشرح ديالنا لهذه الوثيقة هذه كان يعتمد أساسا على أشنو؟ على أن هذه الوثيقة هذه لا تعتبر فاتورة. هذه وثيقة لا تعتبر فاتورة ولا يمكن تعديل الفواتير بعد أن تكون قد أدخلت في نظام محاسباتي مفوتر دقيق جدا لا يمكن التعديل بخصوصه. هذا هو النقاش اللي كنا شرحناه، لأن الأمر لا يتعلق بفاتورة تم تضخيمها وتنقيصها كذا، كيتعلق بواحد الدوفي ما كيكونش هو الفاتورة النهائية. هذاك الدوفي ضروري أنك تكون فيه الموديفيكاسيون، لأن الإنسان فاش كيدخل المصحة المرة الأولى ما كيكونوش عارفين الطبيب شحال ممكن غادي يشدو من داخل المصحة، شنو هو العلاج اللي غادي يعطيه، شنو هي المدة اللي غادي يبقى عندهم الشخص المريض، شنو هو التاريخ ديال الخروج ديالو. فكيكون ضروري واحد المبلغ جزافي كيتحدد المرة الأولى إلى حين استكمال الاستشفاء ديالو والتطبيب ديالو وعاد كتحدد الفاتوره النهائيه. اذا الموديفيكاسيون اللي كاينه في هذيك الورقه كتعلق بالدوفي ما كتعلقش بالفاتوره. احنا كنشوفوا حنايا من الناحيه القانونيه باننا نناقش وقائع اعتبرها جهاز النيابه العامه تدخل في واحد الاطار معين، كانت قضيه التحقيق على قرار الاحاله اعتبرها تندرج في اطار معين، وهذه الهيئه غادي تقولوا امام مساله اللي كتبقى في الجوانب وهذيك الاستنتاجات هي شخصيه وفردانيه وديال الاشخاص هذيك تهمهم. علاقتي انا كدفاع من داخل هذه المحكمه اناقش الوقائع اناقش الموضوع واناقش القانون. اليوم كيف ما تبعتوا معنا كان استمرار لمرافعات الطبيب المغربي المعروف الدكتور حسن التازي، كانت مرافعات ثالث الزملاء الذين يؤازرونه، ويعني كانت تكلفت اليوم بالمرافعه زميلتي الاستاذه فاطمه الزهراء الابراهيمي، اللي انا من هذا المنبر تنقول بانه يعني كانت يعني موفقه الى حد يعني أكثر من جدا، يعني موفقة بشكل كبير في إبلاغ ما يخترج بصدر الدكتور حسن التازي أولا، ثانيا كانت موفقة في إبلاغ المعطيات القانونية والواقعية التي تهم هذا الملف، يعني كانت نقاش جميل جدا. هدفه ما قلناه في أول أيام هذا الملف أن الدكتور حسن التازي لم يجرم، وعندما أقول لم يجرم لم يتاجر ببشر، لم يزور، لم ينصب، لم يقل بكل ما يمكن أن ينسب إليه من أفعال مخالفة للقانون الجنائي. صحيح، لأنه اليوم من بين الأمور اللي متابع بها الدكتور حسن التازي هو الزور في وثائق تجارية. ملي كنقولوا الزور في وثائق تجارية منسوب ليه أنه زور في الفواتير، ولذلك اليوم جزء كبير من المرافعة كان من أجل إثبات أن عملية زوير لم تهم الفواتير وأنه لا تزوير في الفواتير. وقلنا كما قال يعني هيئة الدفاع ولتنأكدها ولتنغدين هذا الشيء غادي نشرحه إن شاء الله في الجلسات السابقة، أنه ما أدلي به في أحد الجلسات يتعلق بالدوفي ما يسمى بالمقايسات، والمقايسات هم أمور تنجز قبل إنجاز الفاتورة.
إذا الفاتورة هي اللي كنت حدو لها في الخلاف. كيجي عندك مريض معين كدير لي العملية ديال المعاينة الأولى كدير دوذي، هاد الدوذي اللي كديرها وهاد المقايسة اللي كديرها في الأول يمكن تكون هي اللي غادي يعني هذاك هو المبلغ اللي يمكن يكون أكثر يمكن يكون أقل. فمني كان المبلغ أقل كتقوم بالتغيير ويرجع المبلغ إلى المبلغ الأقل، كان أكثر كتضيف الإضافات. واللي كاين أنه دكتور حسن التازي يشتغل في إطار شفافية ولا ترانسبارونس، داير نظام معلوماتي في أنه اللي دخل تيتسجل واللي خرج يتسجل واللي قام بالتغيير كيتسجل واللي أي واحد خرب في هذاك النظام المعلوماتي تيتسجل. لذلك اليوم نتحدث عن العمل اللي كان سابق على إنتاج الفاتورة، وهذا العمل اللي هو سابق على إنتاج الفاتورة لا يعتبر عمليا تجاريا، لذلك لا نتكلم عن زواج. احنا في آخر أيام هذا الملف يعني سنتين، هل عينتم شخص جاء انتصب كضحية وقال أن هذا الرجل دلي فلوسي؟ لا ولكي اليوم احنا في المراحل الأخيرة هذا الملف، هل عينتم شخص جاء يتمرغ في باب القاعة وكيقول للمحكمة سيدي الناس داروا لي رزقي قتلوني باعوا لي ولدي باعوا لي الأعضاء باعوا لي شي حاجة شدوني بالزج جابوني شتو شي حاجة؟ كاينش. لذلك قلنا لا يوجد ضحايا. هو جريمة الاتجار بالبشر وهذا نقاش قانوني يعني صرف، هي جريمة مركبة ومن جريمة اللي اليوم المشرع المغربي كذلك نص عليها باعتبار أنها من الجرائم اللي ولات اللي دخلت المجتمع المغربي، فكان أن يتم يعني تأطيرها قانونيا. وكانت يعني المشرع حكيم، أولا حدد وسائلها، حدد الوسائل وحدد الطرق وحدد مجموعة من يعني من 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 الأركان اللي كتشكل ركها المادي وركن المعرفة، ولكن اللي نقول لكم فيها الأساسي فيها في الاتجار بالبشر لكي يميز، لأنه هو الاتجار بالبشر وجريمة مركبة، لكي نميزه عن باقي الأفعال الأخرى هو الفعل الذي تنعدم فيه إرادة المجني عليه، أن شخص يقوم بعمل بزز عليه ولا يستطيع تغييره. إذا كانت للضحية إمكانية تغيير وضعه، إذا كانت للضحية إمكانية أن لا يقوم بهذا العمل، إذا كانت للضحية إمكانية التبليغ ولم يبلغ وقام بهذا العمل عن طواهية رغم أنه أجبر عليه وقام به عن طواعية وكانت الإمكانية الفرق، فلن نكون أمام التجار، لأنه التجار هو في الركن الأساسي فيه هو سلب حرية الشخص في تغيير وضعه. فمني كيجي عندك واحد وكيقول لك أنا باغي الدواء وهو اللي جر راسه وكيدخل لي صحة وما كيخلص وكيمشي ويقلب على الفلوس من عند شي جهه وكيجي وما كيخلصكش وكيمشي يخرج يمشي لدارو، كنتكلموا على شي تجاره هنا؟ ما كاينش.